انا دلوقتي لو انت الباك جراوند كلها بالدهانات، باستخدام الدهانات اللي هي الالوان الاساسيه في الرسمه في الزرق، ودلوقتي الخطوه بتاعت التاثيرات. التاثيرات دي انا عاده بعملها باهم اداه في الجرافيتي، اللي لازم يكون رسام جرافيتي متمكن وبيجيد استخدام الاداه دي، الا وهي السبراي. طبعا الماركه اقوى ماركه هي ماركه اسبانيه، انا مش هقول اسمها يعني. هي وقف، انا دلوقتي لونت كل الباك جراوند بالالوان الاساسيه، الالوان السوليد الاساسيه في الزرع كله. لا وقف وقف يا احمد. دلوقتي لونت كل الباك جراوند باستخدام الفراش والدهانات. جه الوقت ان الخطوه مهمه جدا، خطوه التاثيرات والافكتس اللي اعملها بالسبراي. والسبراي اهم اداه لازم يجدها فنان الجرافيتي علشان يقدر اللي هو يؤدي او اللي يعمل رسومات كويسه. كنترول البومبور بقى فاهمين لو صندوق خلاص في جون فون فون جالاتشي. انا دلوقتي لو انت كل الباك جراوند بالدهانات والفرش، دلوقتي جت خطوه